او تنخفض درجة حرارتها، فاللي هي عملية الانصهار، تنخفض درجة حرارتها فهي كده منصهرة، اللي هي المادة المنصهرة، فبتبدأ عندنا عملية التبريد والتبلور. بيقول لنا ان اول المعادن اللي بيحصل لها تبلور هي المعادن الغنية بعناصر الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم. بيقول لنا هنا عند التبلور 50% من الماجما بيفقد الجزء المنصهر، وبيقول لنا ان عناصر الثلاثه يفقد هذه العناصر الثلاثه تماما، يعني بيفقد الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، وبيصبح غني بعنصري الصوديوم والبوتاسيوم، كما يزيد محتواه من السيليكون. يعني في البدايه، في بدايه تبلور الماجما بتكون غنيه بعناصر الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، وبعد كده لما بيحصل التبلور 50% من الماجما بيفقد الجزء المنصهر هذه العناصر اللي هي الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، وبيبدأ يدخل مكانه عنصر الصوديوم والبوتاسيوم والسيليكون، وده بيكون متبلور في المراحل الأخيرة اللي هي لما بتنخفض درجة حرارة الماجما عند 750 درجة مئوية. الشكل اللي معانا ده اللي هو سلسلة تفاعل بوين، سلسلة تفاعل بوين. بيقول لنا ان المخطط اللي قدامنا ده عبارة عن فرعين، ده الفرع اليمين وده الفرع اليسار. الفرع اليمين ده اللي هو متصل زي ما احنا شايفين، حتى الخط بتاعه متصل، هو بيقول لنا انها سلسلة متواصلة، بيتكون من فلزبار غني بالكالسيوم، الغني بالكالسيوم. لو تفتكروا انا قلت لكم ان في بداية تبلور المجمع بيكون عندنا ثلاث عناصر موجودين في البداية بكثرة، وبعد كده المجمع بتفقدهم ويحل محلهم عناصر تانية. العناصر دي اللي هي الحديد اللي موجود بكثرة في معدن الأولوفين، والمغنيسيوم الموجود بكثرة في معدن البيروكسين، والكالسيوم الموجود معانا. فعشان كده السلسلة المتصلة دي أول معدن يتكون فيها اللي هو الفلزبار الغني بالكالسيوم، الفلزبار الغني بالكالسيوم. بعد كده الصوديوم بيبدأ يدخل مكان الكالسيوم، وبيتكون فلزبار غني بالكالسيوم والصوديوم مع بعض. يبقى أول حاجة فلزبار غني بالكالسيوم، وبعد كده الصوديوم بيبدأ يحل محل الكالسيوم، فيتكون فلزبار غني بالكالسيوم والصوديوم. وبعد كده في الآخر، في آخر السلسلة قلت لكم إن الصوديوم والبوتاسيوم والسيليكا أو السيليكون بيبدأوا يدخلوا محل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، فبالتالي هيتكون عندنا في الآخر فلزبار غني بالصوديوم. يبقى تاني احنا عندنا سلسلة بوين، في البداية بيكون درجة الحرارة مرتفعة اللي هي 1200 دي اسمها بداية التبلور، 1200 درجة. بعد كده بيبدأ بيبرد الصهير، وبعد كده بتنخفض درجة الحرارة عندنا بتوصل ل 750 درجة. بعد كده السلسلة هي بتتكون من فرعين، الفرع الأيمن اللي هو ده هو عبارة عن سلسلة متواصلة، بدأت معانا بالفلزبار الغني بالكالسيوم، وبعد كده فلزبار غني بالكالسيوم والصوديوم، وبعد كده فلزبار غني بالصوديوم، والسلسلة دي تسمى فلزبار بلاجوكليزي، فلزبار بلاجوكليزي. بيقول لنا بقى أما الفرع اليسار اللي هو ده يوضح التفاعل غير المتصل، تفاعل غير متصل زي ما احنا شايفين كل معدن منفصل عن التاني، وتكون في ظروف مختلفة. يعني هنا درجة الحرارة مرتفعة جدا في الأولوفين، البيروكسين الحرارة هتقل، الأمفيبول هتقل، المايكل بيوتايت هتقل. لأن الفرع اليسار بيوضح التفاعل غير المتصل، فيبدأ بالأولوفين أول المعادن تبلورا، ثم البيروكسين، ثم الأمفيبول، وأخيرا المايكا السوداء أو بيسموها البيوتايت، يعني مايكا سوداء أو بيوتايت. بالنسبة للتركيب أو أنواع الصخور هناخدها إن شاء الله الحصة الجاية، بس هقول لكم حاجة بسيطة عنها، إن بيقول لنا هنا إن الصخور الفوق قاعدية زي البيريدوتايت والكوماتايت، والصخور القاعدية أو المافية زي الجبر والبازلت، والمتوسطة زي الدايورايت والأنديزايت، والفلسية أو الحامضية زي الجرانيت والرايولايت.
بيقول لنا خلال المرحلة الأخيرة للتبلور بعد أن يكون معظم الصهير قد تصلب، يحدث تبلور للصهير على هيئة معادن في الإسبار البوتاسيوم اللي هي في الإسبار بوتاسي والمايكا البيضاء أو الماسكوفايت والكوارتز. يبقى تاني في بداية التبلور إحنا خلاص قلنا إن عندنا سلسلتين، السلسلة المتواصلة والسلسلة غير متواصلة من التبلور، يعني كل معدن تكون في ظروف مختلفة عن التاني. أخدنا السلسلة دي بتتكون من فلزبار كالسي أو غني بالكالسيوم في البداية، وبعد كده فلزبار غني بالكالسيوم والصوديوم، وفي الآخر فلزبار غني بالصوديوم. لكن السلسلة الغير متواصلة قلنا أولوفين ده أول المعادن تبلورا، وبعد كده البيروكسين، وبعد كده الأنفيبول، وبعد كده المايكا السوداء أو البيوتايت. بيقول لنا بقى في المراحل الأخيرة من التبلور لما بتنخفض درجة الحرارة بتصل ل 750 درجة، بيقول لنا معظم الصهير هنا بيكون قد تصلب، وبيحدث تبلور للصهير على هيئة معادن في الإسبار بوتاسي ومايكا بيضاء أو المايكا أو الماسكوفايت والكوارتز اللي هو آخر معادن الصهير تبلورا. يبقى معانا اول المعادن تبلورا هي الاولوفين، واخر المعادن دي طبعا في السلسله الغير متواصله، والكوارتز اخر معادن الصهير تبلورا. بيقول لنا نلاحظ ان الصهير عند تبلوره يتكون من 6 مجموعات او فصائل معدنيه. الصهير لما بيتبلور بيتكون من 6 مجموعات او فصائل معدنيه. اول حاجه الاولوفين اللي هي اول المجموعات زي ما قلت لكم تبلورا، بعد كده البيروكسين، بعد كده الأنفيبول، بعد كده الفلزبار سواء بلاجوكليزي أو أورسوكليز، ده يسمى فلزبار بلاجوكليزي في السلسلة المتواصلة فلزبار بلاجوكليزي، لكن الفلزبار البوتاسي يسمى أورسوكليز. يبقى عندنا الفلزبار نوعين، فلزبار بلاجوكليزي وفلزبار أورسوكليزي. وبعد مجموعة الفلزبارات مجموعة المايكا، أول حاجة طبعا المايكا البيوتايت اللي هي البيضاء والمايكا الماسكوفايت اللي هي السوداء، وفي الآخر الكوارتز. يبقى هنقول تاني المجموعات المعدنية عندنا الأولوفين، البيروكسين، الأنفيبول، بعد كده الفلزبار سواء البلاجوكليزي أو الأورسوكليزي اللي هو الفلزبار البوتاسي، بعد كده المايكا سواء بيوتايت أو ماسكوفايت، وبعد كده الكوارتز آخر المعادن تبلورا. بعد كده بيقول لنا أسس تقسيم الصخور النارية. في عاملين أو اتنين من الأسس هيتم عليهم أو بناء عليهم تقسيم الصخور النارية، بيكون على حسب الصفات الآتية. أول حاجة مكان تبلور الصخور والذي يؤثر على سرعة تبريدها وشكل النسيج. يعني إيه مكان تبلور الصخور؟ لو تفتكروا معانا في دورة الصخور كان في صخور موجودة على السطح هي نارية، كانت تسمى صخور نارية سطحية، كانت موجودة صخور في باطن الأرض تسمى صخور نارية تحت سطحية. فبيقول لنا اعتمادا على مكان تبلور الصخور ده بيؤثر على سرعة تبريدها وشكل نسيجها. تاني حاجة التركيب المعدني للصخور والذي يعتمد على التركيب الكيميائي. في حصتنا النهاردة هناخد مكان تبلور الصخور، والحصة الجاية إن شاء الله هنشرح التركيب المعدني للصخور اللي هو الجدول اللي كان في اليمين اللي هو قلت لكم فوق، قاعدية وقاعدية ومتوسطة وحمضية أو حامضية أو فلسية، ده هناخدها الحصة الجاية إن شاء الله. بيقول لنا أولا التقسيم حسب مكان التبلور وشكل النسيج. مكان التبلور يعني في صخور بتتبلور في باطن الأرض أو في جوف الأرض سواء في الأعماق أو بالقرب من السطح، وصخور تانية بتتبلور على سطح الأرض لما اللافا والحمم البركانية بتطلع على السطح وبتبرد طبعا ويحصل لها تصلب بعد كده، فبالتالي بتدينا الصخور النارية السطحية. أول حاجة بيقولنا صخور نارية جوفية أو باطنية. صخور نارية جوفية أو باطنية يعني موجودة في باطن الأرض، وباطنية يعني موجودة على عمق كبير، يعني مهياش بالقرب من السطح. بيقولنا يؤدي التبريد البطيء الذي يتم في باطن الأرض أو جوفها بعيدا عن السطح إلى إعطاء الفرصة لكمية كبيرة من الأيونات لكي تتجمع على مركز التبلور الواحد. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا عارفين إن في باطن الأرض درجة الحرارة والضغط بيكونوا عاليين، تمام؟
فبالتالي التبريد برضه في باطن الأرض بيكون بطيء، غير لما الحاجة تطلع على الصخور، تطلع على سطح الأرض، فطبعا بسبب عوامل الجو والرياح وهكذا الحاجة بتبرد بسرعة، الصخور بتبرد بسرعة، لكن في باطن الأرض بيتم التبريد بصورة بطيئة. فبيقول لنا ده بيدي فرصة كافية لبعض الأيونات إنها تتجمع وتكون لي بلورة على مركز التبلور الواحد، وطالما كونت لي بلورة فهي كده في طريقها لتكوين الصخر. بيقول لنا يتكون نسيج خشن بلوراته كبيرة الحجم ترى بالعين المجردة زي ما احنا شايفين كده، شايفين اللون ده واللون ده، اللون الرصاصي ده واللون الوردي ده، اللون الأبيض ده واللون الأصفر ده شوية المدي للصفار. فالبلورات واضحة قدامنا ترى بالعين المجردة، والنسيج خشن يعني الملمس الخارجي ده خشن مش هلاقيه ناعم. لكن البلورات الكبيرة دي فيها عدد قليل من البلورات كبيرة الحجم، وهي خاصية تميز صخور كل منا. إيه بقى الأمثلة بتاعة الصخور النارية الجوفية؟ الجرانيت، صخرة الجرانيت، والدايورايت، والجبرو، والبريدوتايت. الجرانيت والدايورايت والجبرو والبريدوتايت. تاني، أول حاجة الصخور النارية الجوفية اللي هي موجودة على عمق كبير في باطن الأرض بيحصل لها تبريد بصورة بطيئة. بعد كده نتيجة التبريد البطيء ده فيه كمية كبيرة من الأيونات بنديها الفرصة الكافية إنها تتجمع حول مركز التبلور، وبتديني نسيج خشن، الصخر الملمس الخارجي بتاعه خشن، بلوراته كبيرة الحجم وممكن أشوفها بالعين المجردة. وبيقول لنا إنها بها عدد قليل من البلورات كبيرة الحجم، وهي خاصية مميزة لكل من بعض الصخور هي أو الأمثلة الجرانيت والدايورايت والجبر والبريدوتايت. تاني نوع معانا اللي هي الصخور النارية المتداخلة. الصخور النارية المتداخلة، طب إيه الفرق بينها وبين الجوفية أو الباطنية؟ إن الباطنية أو الجوفية بتكون على عمق كبير، لكن المتداخلة بتكون بالقرب من السطح، بتكون بالقرب من السطح. بيقول لنا يندفع الصهير في اتجاه سطح الأرض، يبقى خلاص حصل الصهير موجود تحت فحصل له تبلور، يا إما هيحصل له في باطن الأرض وهيبدأ يقترب من الصهير ده، هيطلع مندفع كده ويقترب من سطح الأرض. لكن الظروف الموجودة في باطن الأرض ما سمحتش أو ما ادتش فرصة للصهير ده إنه يخرج على سطح الأرض، في عوائق أو موانع منعته إن هو يخرج على السطح. بيقول لنا هنا يندفع الصهير في اتجاه سطح الأرض، لكن الظروف المحيطة سواء ضغط أو حرارة لم تسمح له بمواصلة السير، وطبعا في بعض الصخور تعيقه في الحركة، تسمح له بمواصلة السير حتى السطح، فيتداخل في الصخور المحيطة، اللي هو الصهير ده هيبدأ يدخل أو يتغلغل داخل الصخور المحيطة به ثم يبرد. وطبعا طالما برد فبالتالي هيتصلب، وطالما تصلب يعني كده كون لي شكل الصخر تمام، ويتخذ أشكال متعددة وهنعرف الأشكال دي بعدين. بيقول لي يتكون صخور نسيجها من بلورات كبيرة تكونت عندما كان الصخور في بطن الأرض تمام. في البداية الصهير موجود عندنا على عمق كبير، فنتيجة وجوده على العمق الكبير ده أو في باطن الأرض أو في جوف الأرض يعني بعيد عن السطح، البلورات بتاعته بتكون كبيرة. خلاص إحنا عندنا بلورات كبيرة، هيبدأ الصهير ده بالبلورات الكبيرة المحتفظ بيها هيبدأ يقترب من سطح الأرض، لكن مش هيخرج على السطح، هو في موانع أو عوائق هتمنعه من مواصلة السير إلى السطح. فبالتالي الصهير ده هيبدأ يبرد ببطء، وفي بلورات أصغر حجما تتبلور في المكان الجديد بتاعه الأقرب إلى السطح. يبقى الصخور النارية المتداخلة فيها بلورات كبيرة نتيجة وجوده على عمق كبير لما كان في باطن الأرض، بعد كده الصهير ده لما يقترب من السطح فهتقل درجة الحرارة والضغط، وبالتالي هياخد فرصته في إن هو يبرد، هياخد فرصته إنه يبرد، وهيكون التبريد بتاعه بطيء لأنه لسه ما زال جوه سطح الأرض، هو ما خرجش على السطح، فيبرد ببطء، ونتيجة التبريد البطيء ده هتتكون بلورات أصغر حجماً في الموقع الجديد أو المكان الجديد الموجود فيه الصهير الموجود بالقرب من سطح الأرض.
بيقول لنا حيث سرعة التبرد أكبر مكونة للصخور النارية المتداخلة والتي يعرف نسيجها بالنسيج البورفيري. يبقى الصخور النارية المتداخلة النسيج بتاعها اسمه نسيج بورفيري، حيث توجد بلورات كبيرة الحجم اللي هي تكونت لما كان الصهير لسه في الأعماق وسط أرضية من بلورات أصغر حجما. البلورات الأصغر حجما ده لما اديت الصهير فرصته فيه ان هو يبرد ببطء، لكنها غالبا من نفس التركيب المعدني زي صخرة الدولاريت والمايكرو دايورايت ومايكرو جرانيت. يبقى تاني أمثلة للصخور النارية المتداخلة الدولاريت والمايكرو دايورايت والمايكرو جرانيت. آخر نوع معانا هو الصخور النارية البركانية أو السطحية. يبقى إحنا خدنا اتنين في بطن الأرض، واحد جوفي أو باطني والتاني اللي هو متداخل. تالت نوع بقى اللي هو الصخور النارية البركانية أو السطحية. السطحية اللي هي موجودة على سطح الأرض، اللي هي بتتعرض مباشرة لعوامل التجوية وبعد كده النقل وهكذا عشان تديني في الآخر صخور رسوبية ومتحولة. بيقول لنا عندما تخرج الحمم البركانية اللي هي اللافا، اللافا دي اللي هي المادة المنصهرة لكنها موجودة على سطح الأرض، خلاص يبقى الحمم البركانية أو اللافا أو المادة المنصهرة بعد خروجها على سطح الأرض أثناء الثورات البركانية فوق السطح أو بالقرب من سطح الأرض، فإن الصهير يبرد بسرعة. ما خلاص الصهير طلع معانا من باطن الأرض لسطح الأرض فيبدأ يبرد بسرعة كبيرة حيث لم تأخذ فرصة كافية للتبلور. يعني ايه بسرعة كده؟ نتيجة التبريد البطيء فالبلورات ما خدتش وقتها الكافي انها تتبلور وتكون لي بلورات مختلفة مثلا في الحجم او كده. وبيقول لنا هيكون النسيج عندنا زجاجي اي عديم التبلور مثل الاوبسيديان اللي احنا شايفينه قدام كده. ده معدن، ده اسفه صخر الاوبسيديان، ده لما حولته للحلية. يبقى تاني الصخور النارية البركانية أو السطحية بيقول لنا إن تخرج الحمم البركانية أو اللافا، وقلت لكم اللافا دي هي المادة المنصهرة لما بتخرج على سطح الأرض لكن طول ما هي جوه باطن الأرض بتسمى الماجما. تخرج الحمم البركانية أثناء الثورات البركانية فوق السطح أو بالقرب من سطح الأرض، فإن الصهير يبرد بسرعة كبيرة. طالما بيبرد بسرعة كبيرة فإن البلورات بتاعته ما خدتش فرصتها الكافية في التبلور، فيكون النسيج زجاجي أي عديم التبلور زي الأوبسيديان أو دقيق التبلور، يعني بلورات مجهرية كثيرة العدد لا ترى بالعين المجردة زي الرايولايت، زي اللي احنا شايفينه قدامكم ده صخرة الرايولايت. ده دقيق التبلور، ودي لما بشوفها لا ترى بالعين المجردة فبالتالي باخد منه عينة تحت الميكروسكوب وبيتم الكشف عنها تحت الميكروسكوب. أو نسيج فقاعي بسبب وجود فقاعات غازية أثناء التبلور زي البيومس، أو نسيج فقاعي بسبب وجود فقاعات غازية أثناء التبلور زي صخرة البيومس اللي احنا شايفينها دي. الفجوات دي عبارة عن فقاعات غازية. أما صخور البازلت، البازلت اللي هو ده، والأنديزايت والكوماتايت فيكون النسيج زجاجي أو دقيق التبلور. يبقى هنعيد تاني معاكم. الصخور النارية البركانية خدنا النسيج الزجاجي فيها كذا نسيج طبعا بسبب انها ما خدتش فرصتها الكافية في التبلور، فأدت لتكوين كذا نسيج معانا. أول حاجة نسيج الأوبسيديان، نسيج الزجاجي اللي هو خاص بصخرة الأوبسيديان، أو النسيج دقيق التبلور اللي هي بلوراته مجهرية عشان كده بكشف عن الصخر ده أو بدرسه تحت الميكروسكوب زي صخرة الرايولايت، أو نسيج فقاعي زي اللي احنا شايفينه في الصورة اللي قدامكم دي اللي هو صخرة البيومس موجود فيها فقاعات غازية. أما صخور البازلت والأنديزايت والكوماتايت النسيج بتاعها الزجاجي أو دقيق التبلور. وبالتالي نكون خلصنا معاكم حصتنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا. أي سؤال سيبوهولنا في الكومنتات وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة. وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.